بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. أعزائي، أود أن أعبر لكم عن فرحتي وامتناني العميق لكل من وضع ثقته في مشاورتي وطلبتم مني المساعدة في اختيار التخصصات الجامعية والمدارس العليا. إن تحقيقكم لهذا الإنجاز الكبير هو دليل واضح على جهودكم الدؤوبة وإصراركم الذي لا يعد ولا يحصى. عندما تمنح لي الفرصة للمساهمة في مستقبلكم التعليمي والمهني، أشعر بالتواضع والفخر في نفس الوقت. لقد كانت رحلة البحث عن التخصص المناسب والمدرسة العليا تحديا يحتاج إلى تفكير دقيق واستشارات مختصة، وأنا أعزائي سعيد جدا بأنني كنت جزءا من هذه الرحلة المهمة بالنسبة لكم. تذكروا أعزائي دائما أن التعليم هو المفتاح للنجاح في الحياة، واختيار التخصص المناسب يمثل البداية الرائعة لبناء مستقبل واعد. إنني واثق بأنكم ستحققون النجاح في المسار الذي اخترتموه بإذن الله، وأنكم ستكونون إضافة قيمة للمجتمع وتحققون طموحاتكم وأهدافكم الشخصية. شكرا لكم أعزائي على ثقتكم الكبيرة في خبرتي واستشارتي. كانت لي الشرف بمساعدتكم في اتخاذ هذا القرار الهام والتأكد من أنه يتناسب مع ميولكم وقدراتكم. أدعو الله عز وجل أن يجعل طريقكم ممتعا ومثمرا، وأن يمنحكم الحكمة والتوجيه السديد في رحلتكم الجديدة نحو المستقبل. أتمنى لكم أعزائي كل التوفيق والنجاح في السنوات القادمة، وأنقل لكم مرة أخرى لا تترددوا في العودة إلي متى ما احتجتم للمساعدة أو النصيحة في أي وقت، وبإذن الله سأكمل المسيرة معكم في السنة الأولى جامعي، يعني معناه نساعدكم باللي نقدر عليه إن شاء الله. تحياتي الخالصة لكم أعزائي الأستاذ محمد حاج جي.